هذه الحملة طبعا احنا حاولنا ان نشتغلوا على الحصول على التشريع من البرلمان ان نكونوا نتحصلوا على 30% في جميع المناصب السيادية. طبعا ونفس الشيء اشتغلنا على مقترح مشروع يكون في قانون الانتخابات تكون نسبة المرأة 30% مش زي ما صار المرة الأولى، عندنا فقط 16% من نسبة النساء في البرلمان، ولكن بما أن صار انقسام حاليا في البرلمان فاضطرينا أن احنا نتجهوا للأجسام التنفيذية اللي هي الوزارات أن تحصلوا على قرارات من الوزارات أن تكون نسبة النساء في إداراتها وبنسبة 30%.